مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي السيد نظير الكندوري، وعبر سكاي من اسطنبول رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر السيد مصطفى كامل. فأهلا بالضيفين الكريمين. أبدأ معك أستاذ نظير. عادل عبد المهدي يصرح أن القوات الحكومية في وضع دفاعي، لم تستخدم العنف حتى الآن، وهناك دول تستخدم العنف بطريقة أقسى، هو لم يصل إلى هذه النقطة. إذن كيف نشاهد أكثر من 500 شهيد سقطوا وعشرات أو آلاف الجرحى سقطوا جراء هذا القمع الحكومي؟ بالبداية مساء الخير لحضرتك ولمشاهدي قناتكم الكريمة. على ما يبدو أن هذا النظام برئاسة عادل عبد المهدي وباقي يعني منظومة هذا النظام الفاسد، يبدو أن صفة النفاق هي مرافقة له ولا يستطيعان أن ينفكان عن هذه الصفة، بدليل أنه يقول عكس ما موجود هو في الساحة، ويقول بأن قواته لا تحمل السلاح ولكن هي بنفس الوقت تقتل. ما هو التفسير لسقوط هذا العدد الكبير من القتلى؟ ما هو التفسير لسقوط هذا العدد الكبير من الجرحى إذا لم يكن هناك من يتجرأ ويضربهم بالرصاص؟ يعني هذا الأمر يعني يعرج عليه مرة ثانية ويقول نحن أقل من دول أخرى، وكأنما هو في حالة تنافس في أي دولة هي أكثر قتلاً لشعبها، ويقول نحن أقل سوءاً ونحن لا نفعل مثل ما تفعل الدول الأخرى. لكن هذا الكلام مردود عليه بدليل سقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى، وهم يستعملون في كلمة ثانية يقول نحن سحبنا كل الأسلحة من الجيش، لكن هم يستخدمون حتى هاي وسائل يعني مكافحة التظاهرات التي يفترض أن تكون وسائل سلمية، يستخدموها لقتل المتظاهرين مثل الرصاص المطاطي والتوجيه المباشر لقنابل الدخان بشكل مباشر على الرأس وعلى الصدر، مما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير. هذا يدلل على أنهم هم يعني سيان إن استعملوا رصاص مطاطي أو رصاص حقيقي، إن استعملوا قنابل دخان أو لو لم يستعملوها، هم بالنتيجة يقتلون هؤلاء المتظاهرين. ولا يظن هذا عادل عبد المهدي بأن هذه الدماء يعني تطوى صفحتها وتذهب أدراج النسيان، وأن لا هناك من سيطالب بثأرها ويتم محاسبته عليها. هذا الأمر قد تجاوزكم الآن. كلما تسفك يعني قطرة دم جديدة، كلما يقرب هذا النظام إلى نهايته، وسيشتد الحساب على هؤلاء جراء هذه الجرائم التي ارتكبوها بحق الشباب العراقي. ستبقى معنا أستاذ نظير. نذهب لضيفنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية، الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى، على غرار استخدام السلاح الحي والرصاص الحي، استخدمت غازات دخانية وغازات أخرى سامة، ورغم ذلك يقول عبد المهدي أن القوات الحكومية والقوات الأمنية تنتهج أسلوبا دفاعيا ضد من يهاجم القوات الأمنية حتى تدافع عن نفسها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللسادة المشاهدين الكرام. يعني رأى العالم بإجماعه كيف تتصرف هذه العصابة المجرمة بحق العراقيين المنتفضين الذين يطالبون بحقوقهم بشكل سلمي وبشكل حضاري بشكل تام، على نحو تام. هذه العصابة فقدت كل مقومات وجودها وكل الوسائل، كل ما تعلنه هو دليل على انتحارها ومضيها في طريق النهاية المحتومة لكل هذه العصابة المجرمة التي قتلت العراقيين وسرقتهم على مدى 16 سنة بكل أحزابهم، السنية منها والشيعية والعربية والكردية والمسيحية. هؤلاء الذين يعني قتلوا العراقيين يجب أن يجدوا مصيرهم المحتوم. عادل عبد المهدي قبل أيام وكل أركان عصابة وبعض المتحدثين باسم عصابته تحدثوا عن قواعد الاشتباك، وقواعد الاشتباك هذا مصطلح عسكري للتعامل مع العدو، في حين يعني في هذا بهذا المنطق عادل عبد المهدي يتحدث عن المتظاهرين باعتبارهم أعداء له، وهم فعلا
أعداء لهذه العصابة التي رأينا إجرامها عبر 16 سنة من التخريب والتدمير والقتل والتشويه والسرقة ومصادرة الحقوق والكثير الكثير مما يقال عن إنجازاتها بين قوسين بحق العراقيين وبحق الوطن أيضا. سنعود إليك بعد قليل أستاذ مصطفى. إذا انتقلنا إليك أستاذ نظير الكندوري أيضا بالبقاء عن كلمة بالحديث عن كلمة حيدر عادل عبد المهدي، قال هناك 150 شخص يرتدون ملابس تشبه زي القوات الحكومية، هذا المرقط الزي المرقط، وخلفهم أطفال ونساء، ويقومون بالاعتداء على القوات الحكومية، ويقومون بافتعال المشاكل والتخريب، وهم مخربون مشاغبون وكثير من هذه الأوصاف المعتادة من هذه السلطة. متى رأينا هذا التنظيم الذي يرتدي هذا الزي الموحد ويقومون بالاعتداء على القوات الحكومية؟ أين ظهرت هذه اللقطات؟ أنا أستغرب هذا الكذب يعني المستمر والذين لا ينفكون عنه. يعني نحن الآن في زمن لا يستطيع مثل هذا الكذب الصمود أمام الوثائق التي تخرج. لا يوجد شيء في سواء في ساحة التحرير ولا غيرها من الساحات التظاهر ويعني في بغداد وغيرها من المدن إذا لم توثق بأدق التفاصيل كل ما يحصل في تلك التظاهرات. كيف لم توثق وجود هؤلاء العسكريين الذين يلبسون زي عسكري بهذا العدد ويصطحبون معهم أطفال ويعتدون على الأجهزة الأمنية؟ يعني هذا كذب بواح، يعني هو دليل على الإفلاس حقيقة. أنا فقط أريد أن أركز أن تصريحات عادل عبد المهدي في هذه الأثناء ربما له علاقة بنقطة كبيرة صبت في صالح المتظاهرين على حساب هذا النظام، وهي أن أحد رموز هذا النظام اللي هو الحلبوسي قال بكلام صريح بأن الأمم المتحدة تقترح أن تكون هي الضامن لحوار وطني ما بين النظام وبين الجماهير المنتفضة، وهذا يدلل على أن مستوى التعنت لهذا النظام بدأ ينزل تدريجيا وبدأ يفكر في موضوع قبول أن يكون هناك تدخل دولي لحل المشكلة العراقية. وأنا أقول للمنتظرين إني أهنئكم بهذا الإنجاز، بالرغم من أنه هذا الإنجاز لا يرتقي إلى مستوى مطالباتكم، لكنه بحد ذاته هو خطوة نحو الطريق الصحيح. وأنا أقول للمتظاهرين الآن لا تقبلوا بأن تكون الأمم المتحدة هي طرف وسيط ما بينكم وما بين النظام، لأنكم لم تخرجوا لكي تتفاوضوا مع هذا النظام الإجرامي. يجب أن يكون هناك تفاوض مع الأمم المتحدة بشكل مباشر بمعزل عن النظام ومع الدول الفاعلة التي تستطيع أن تؤثر في الساحة العراقية لغرض وحيد هو تسليم السلطة للشعب وإزاحة هذا النظام بكل رموزه وتقديمهم للمحاكم، لأن أصغر واحد في هذا النظام هو قد أجرم بحق الشعب، ناهيك عن أكابرهم من هؤلاء النظام. لذلك هم ليسوا بدرجة يمكن أن يستطيع الشعب العراقي أن يتفاوض معهم. الآن التفاوض مع القوى الفاعلة لغرض تسليم السلطة ليس أقل من هذا. يجب أن يصر المتظاهرين على هذا المطلب وهو مطلب مهم، ولكي لا يعني يدخلونكم في أزقة التفاوضات وانتزاع حقوقكم وتزييفها، وكأنما هذه التظاهرات لم تحقق مطالبها. يجب الإصرار على هذه المطالب، ويجب أن يكون سقف المطالب سقف عالي لا يساومون فيه. في ذات السياق ننتقل لضيفنا أستاذ مصطفى كامل. ما طبيعة الفوضى التي تحدث عنها عادل عبد المهدي في حال استقالة الحكومة؟ يعني إلى أي مدى يعد ما نراه اليوم في الشارع من استخدام للرصاص الحي فوضى تصنعها القوات الأمنية؟ وجود هذه العصابة على أرض العراق منذ 16 عاما هو الفوضى بعينها، هو التدمير بعينه، هو القتل بعينه، هو السرقة والفساد والتزوير وكل مظاهر الإجرام التي شهدناها خلال 16 سنة. عندما يتسلم الشعب مصير هذا الوطن ستكون الأمور بمسار آخر أفضل بكثير. العراقيون هم من يقررون مصيرهم، وهم من يحسمون أمرهم، وهم من يطيحون بهذه العصابة المجرمة التي استولت على العراق وتتحكم
بمقدراته وبأبناء شعبه. هؤلاء وجودهم هو مصدر للفتنة ومصدر للإرهاب، ليس على العراق فحسب وإنما على جواره العربي وإلى ما هو أبعد من ذلك. العراق الآن هو مصدر للفتنة وللإرهاب وللطائفية وللتخريب في ظل هذه العصابة المتحكمة بالعراق بكل مراحلها على مدى 16 سنة، وزوال هذه العصابة هو الذي يعيد العراق إلى هويته العربية والإسلامية وإلى مساره الصحيح في طريق خدمة المجتمع الدولي والمجتمع العربي، وأن يكون عنصراً فعالاً في هذا المجتمع. أستاذ نظير الكندوري، إذا أكملت معك الحديث بهذه النقطة، العراق والعراقيون يريدون إسقاط النظام، لكن تفضلت قبل قليل وذكرت أن يجب أن يكون هناك دور للأمم المتحدة. نتكلم بمنطقية وواقعية، دول العالم مستفيدة من بقاء هذه السلطة الحاكمة، ولولا الاستفادة لتدخلت مثل أي قضية أخرى سارعت إلى التدخل فيها. كيف يمكن للعراقيين أن يدخلوا هذا المجتمع الدولي بحرج لجعله يتدخل في القضية العراقية، وتركنا من قضية المفاوضات، لأن قضية سوريا على سبيل المثال أو اليمن مثال لمفاوضات أماعت القضايا ودمرت الشعوب؟ صحيح. كيف يمكن أن يتدخل بشكل حاسم؟ أنا يعني هذا سؤال ذكي ومهم جدا، يجب أن يهتم به المتظاهرون. أنا ذكرتها في حلقة سابقة بأن الشعب العراقي لديه الوسائل الحقيقية والقوية على الضغط على الدول الكبرى لكي تكون جادة في إيجاد حلول للشعب العراقي. وبما أن الشعب العراقي ليس شعب مسلح ولا يقود ثورة مسلحة، إنما لا يمتلك إلا صدور العارية، لكن لديه من الذكاء والحكمة ما قادر على أن يفعل ما يجعل هذه الدول يعني تستجيب لإرادته، وهي أن يلعبوا على مصالح تلك الدول. كل الدول العالم هي لا تحركها إلا مصالحها، والعراقيون يستطيعون أن يحركوا هذه المصالح عن طريق الشريان لهذا العالم اللي هو شريان النفط. عندما يستطيع العراقيين قطع شريان الإمداد النفطي الذي الآن يضخ العراق كثاني دولة من دول العالم، ويتم استثمار هذا المال في يعني قتل العراقيين وفي المال الفاسد وفي السرقات والفساد، يجب قطع هذا الهدر المالي. وبالتالي فإن قطع النفط العراقي سيجعل هناك ربكة اقتصادية كبيرة بالعالم، تجعل دول العالم جميعها تلتفت للوضع العراقي وتحاول أن تجد حل حقيقي. وعندما يرون إصرار الشعب العراقي بأن لا مجال لقطرة نفط تخرج من العراق دون أن يكون حل حقيقي للشعب العراقي، حين ذاك ستأتي الأمم المتحدة وتأتي الدول الكبرى لتضع الحلول الحقيقية. عندما يرى دول العالم بأن مصلحتهم تكمن مع الشعب العراقي وليس مع النظام، حين ذاك سينصر الشعب العراقي جميع دول العالم. لا أقول حبا بالعراقيين، إنما حبا بمصالحهم، ومصالحهم كامنة تحت الأرض العراقية وهي النفط. فأقول يجب أن يعني يقوم العراقيين يعني العمل على الشركات النفطية، العمل على الموانئ، على أي طريقة تحاول الحد من التصدير النفطي الآن في العالم وإخلال السوق النفطي في العالم، والعراقيين قادرون على فعل ذلك. والآن نرى في موضوع ميناء البصرة وكذلك التظاهرات التي تخرج إلى منابع النفط في الناصرية وفي مناطق أخرى، هذا الأمر إذا ما استمر سيكون تهديد حقيقي للاقتصاد العالمي وليس للنظام العراقي فقط. حين ذاك سيستجيب العالم لمطالب العراقيين. في ظل الحديث عن هذه المطالب والوعي الذي لدى المتظاهرين برفع مثل هذه المطالب، عبد المهدي يربط استقالة الحكومة بحل مجلس النواب. إلى أي مدى تظن أستاذ مصطفى أن الحراك الشعبي وانتفاضة تشرين تخنق مبدأ المحاصصة وأربكت الحكومة؟
يبدو أنه فقدنا أستاذ مصطفى. نوجه هذا السؤال إليك أستاذ نظير الحديث. فقط كنا نتحدث عادل عبد المهدي أن استقالة الحكومة مرتبطة بحل مجلس النواب. هل الحراك الشعبي تمكن من خنق مبدأ المحاصصة وأربك الحكومة في وضع استقالتها وحل البرلمان؟ نعم. الآن النظام الحاكم سواء بوجهه البرلماني ولا الحكومة التنفيذية ولا حتى رئاسة الجمهورية في ربك الآن، والجميع يحاول أن يستقطع ما يريد، يعني يحاول أن يستقطع ما يستطيع من مصالحه سواء الحزبية أو الشخصية. رأينا قبل يومين ذهب برهم صالح إلى كردستان، هل تعرفين لماذا؟ لأنه يريد أن يعني يحاول يتباحث مع رفاقه الأكراد كيف يحفظ حصص الأحزاب الكردية في عراق ما بعد هذه الانتفاضة. وكذلك الآن اليوم أنا أسمع على القناة الشرقية نعيم عبودي اللي هو أعتقد أحد يعني النواب من الميليشيات يعني في البرلمان، يحاول الآن يقول أن نحن الآن نريد إعادة كتابة الدستور لأنه كتب على عجل. يعني هناك مراجعات حقيقية لهؤلاء السياسيين نابعة عن الإرباك الذي يحصلون. وكيف يعني يثق العراقيين ويثق هؤلاء المنتفضين بأن هذا الإصلاح سيكون على أيدي من أفسدوا في العراق منذ 16 سنة؟ أي إصلاح أو أي خطوة إصلاحية يقوم بها هؤلاء هي عليها يعني علامة كروس، لأنها هي نابعة من أصل الفساد نفسه. لذلك أي إصلاحات يقوم بها عادل عبد المهدي ولا البرلمان ولا الرئاسة هي غير واردة في تفكير المتظاهرين وغير مقبولة منهم. نحن نركز الآن كمتظاهرين على التفاوض مع القوى الدولية الفاعلة، مثل ما جاءوا بهؤلاء يعني الفسدة على حكم العراق وهم على ظهور دباباتهم، يجب أن يأخذوا مسؤوليتهم لإعادة رسم العملية السياسية بطريقة تمكن المواطن من حكم نفسه بنفسه، وإلا فإن هذه الدوامة سوف تستمر ومسلسل الدم سوف يستمر في هذا البلد. أستاذ مصطفى كامل، إذا تحدثت معك حول قضية خطاب عبد المهدي الأخير وأنه ألمح وأشار بنقاط مختلفة لأن هذه الحكومة من المستحيل ربما أو صعب جداً أن تحل بطريقة، لأنه عقد الأمور في هذه الكلمة التي ألقاها. وقضية اللجنة الدستورية أو اللجنة المعنية بتعديل الدستور هي أيضا مضحكة، من شخصيات متكونة أصلا مقسمة بشكل حزبي ومحاصصي والجميع يعلم من هؤلاء. كيف يمكن لهذه الحكومة أن ترحل وهم رافضون ومتعنتون ومتمسكون بهذه المناصب؟ هذه العصابة، وأنا لا أسميها الحكومة، لا تريد أن تفهم أن الشعب يريد إسقاط النظام. هذا الشعار الذي يرفعه العراقيون من في كل مكان. هؤلاء اليوم الذين ينتفضون في بغداد وبابل وواسط وميسان وذي قار والقادسية والبصرة والنجف وكربلاء، هؤلاء لا يريدون تحسينا أو إصلاحا كما يقال للعملية السياسية التي هي مشروع الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق. هؤلاء المنتفضون يريدون إسقاط النظام كله، هؤلاء يرفضون الدستور كله وليس إجراء مجرد تعديلات على نصوصه. هؤلاء يرفضون نظام المحاصصة الطائفية والعرقية الذي جاء به الاحتلال. هؤلاء يرفضون كل هذه المشاريع الإجرامية التي حدثت وتحدث في العراق طيلة السنوات الماضية وحتى الآن. العراقيون لم تعد تقنعهم هذه الوعود الزائفة التي يتحدث بها عادل عبد المهدي أو سواه من أركان هذه العصابة الفاسدة المجرمة القاتلة. شكرا جزيلا لكم رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية. والشكر موصول كذلك للأستاذ نظير الكندوري الباحث السياسي. شكرا لكم. شكرا جزيلا أستاذ نظير.